De Heer heeft onze dienst in Zoutenhoelen toegestaan om te beginnen
in 1985 in gehuurde banden. Ja. En dan voort aan onze geliefde gasten. Voordat ik mijn woorden afsluit, wil ik nog mijn dank uitspreken aan de gasten. Sommigen hebben vele kilometers moeten maken om hier aanwezig te zijn. Ik vind het mooi om diverse organisaties, zoveel christelijk of non-christelijk, samen te zien. Dit laat mooi de samenhorigheid zien. Hebben wij Dr. Renata Dekker, Universiteit Leiden, mogen verwelkomen. Dames en heren, nogmaals welkom. Het is zo mooi om verschillende partijen samen te zien en jonge grote talen te zien. Wij zijn Karin en Freddy en wij zijn twee jongeren die hier in deze kerk zijn opgegroeid. Van kind af aan hebben wij meegekregen dat de kerk ons tweede huis is. Of het nou weekend was of niet, de jongeren zijn in de kerk te vinden. Van schoonmaken tot activiteiten dagen. Je kan er niet zo over denken. Wij willen jullie meenemen hoe de Koptische kerk door de ogen van de jongeren wordt gezien. Dit gaan we doen aan de hand van persoonlijke voorbeelden van jongeren. Heeft u al een beetje om je heen zitten kijken? Misschien is het u dan al opgevallen dat er veel diverse jongeren zijn. Eerwaarde vader Adios. Dierwaarde broeders en zusters van de Koptische Orthodoxe Parochie van Heiligenmarkt. الاحتفال النهاردة في مدينة لاهاي العاصمة السياسية لهولندا اللي فيها الوزارة وفيها الملك وفيها السفارات وفيها محكمة العدل الدولية وطبعا فيها كنيسة ماري مرقص اللي تأسست سنة 1994. احنا طبعا قبليها كنا بنيجي هنا نصلي في مكان مؤجر وبعد كده ربنا بعت لنا المبنى ده سنة 94 وفي الوقت ده كان فيها ابونا ابراهيم البراموسي كان بيخدم في الكنيسة هنا ولما جينا هنا كان العدد قليل ومحدود ولما استمرت الخدمة مع الوقت ومع السنين كتر العدد وكبرت الكنيسة
والنهاردة بدأ الكنيسة واحدة في لاهاي، عندنا كنيستين، عندنا كنيسة تانية كنيسة العدرا والبابا كرولوس دلوقتي في لاهاي برضو. واحتفال كان جميل النهاردة، كان فيه كثير من الضيوف، وأجمل لمحة كان فيه عدد من الهيئات الدينية من البروستانت والكاثوليك، وكان فيه مجموعة من جيران الكنيسة لنا علاقة طيبة قوي بالمجتمع اللي حوالينا من الهولنديين، وعشرة طيبة ومحبة ومودة بيننا وبينهم يعني. وبنشكر الله اللي قام بهذا الاحتفال، شباب الكنيسة قدموا عروض جميلة، وهم شباب واعي وقوي ومرتبط بالكنيسة ومحب لربنا، وبنشكر ربنا على الأولاد دول، هم المستقبل، هم الأمل يعني. وإن شاء الله تبقى احتفالات جميلة في الأعوام المقبلة إن شاء الله. النهاردة احنا احتفلنا ب 25 سنة لكنيسة ماري مرقس في دنهاخ، وباركنا نيافة الأنبا أرساني أسقف هولندا وبلجيكا، وأباء كهنة الإبروشية، ومجموعة من الشباب والشابات بتاعت إبروشية هولندا. والحقيقة طبعا اللي نظم الاحتفال الجميل اللي حضرتك شفتوه هو شباب الجيل الثاني. الأولاد دول اتولدوا في هولندا، اتربوا في الكنيسة هنا، حفظوا ألحان، دخلوا مدرسة أحد، ودخلوا عداد خدام، واشتركوا في جميع الأنشطة في الكنيسة. ولما جه 25 سنة حبوا ينظموا الاحتفالية الجميلة دي اللي احنا عملناها النهاردة. طبعا الأنبا أرساني من سنة 85 ابتدى الخدمة، ما كانش الكنيسة دي موجودة لحد ما اشتروها سنة 94، وجاء بقى كهنة وامتدت الخدمة الحمد لله. وخرج من عندنا اتنين شمامسة بقى كهنة في هولندا، أبونا كرولوس حليم وأبونا شنودة فرحان، وطلعت كمان كنيسة جنبينا في لايسندام كنيسة العذراء والبابا كرولوس. احنا بنشكر ربنا على ال 25 سنة اللي فاتوا دول الحلوين، بنشكر سيدنا الأنبا أرساني، بنشكر أباء الكهنة الموجودين حضروا معانا، وكمان شباب الجيل الثاني اللي هم ساعدوا ونظموا في الاحتفال ده، وشكرا جزيلا. النهارده احتفلنا ب 25 سنه بتاع الكنيسه ماري مرقس بالهاي، واحنا النهارده اليوم ده الشباب بتاع الكنيسه دي عملناها من فروم اي تو زد، عملنا كل حاجه، عملنا بروجرام، عملنا الديكوريشن، عملنا انفيتيشن للمجتمع الهولندي برضه والكنائس الثانيه والشباب. فده كان يوم حلو قوي اللي احنا نشوف الناس اللي حوالينا مبسوطين معانا زي احنا كنا مبسوطين، واسمعنا كلمات برضو حلوه من سيدنا ومن الاباء ومن الشباب برضو ادوا كلمه، وكان يوم مفرح، واحنا برضو يعني نفرح مع الشباب من هولندا وبرضو المجتمع الهولندي. احنا النهارده عندنا احتفال في الكنيسه عشان الكنيسه بقالها 25 سنه، والاحتفال ده مع الشباب بتاع هولندا علشان معظم الشباب اتربوا في الكنيسة هنا، فعشان كده احنا عايزين نحتفل معاهم وكمان مع المجتمع الهولندي يفرحوا معنا.